السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد نتحدث فيه عن شركة إنتاج الكوكاكولا. يا سادة، هذه بعض منتجات الكوكاكولا. طبعا هذه عبوات ألومنيوم وهذه العبوات الزجاج. دخلت الكوكاكولا السوق المصرية لأول عام 1942، ويلاحظ أن أول مصنع لتعبئة الكوكاكولا في الوطن العربي كان في القاهرة في جمهورية مصر العربية، وبالتحديد الدق الجيزة، وأنشئ المصنع عام 1944. ومن هنا دخلت منتجات الكوكاكولا مصر، وأنشئت شركة إنتاج الكوكاكولا. بالطبع كلنا نعرف مكونات الكوكاكولا: مياه مكربنة، شراب الذرة عالي الفركتوز، لون الكراميل، حمض الفوسفوريت، كافيين، مادة الكولا أو الطعم والرائحة الخاصة به. وعن تاريخ تصنيع الكوكاكولا: في 8/5/1886 تمكن صيدلي أمريكي من إنتاج مشروب غازي مرطب بديل للكحول، وكان مشروب الكوكاكولا في سنته الأولى يباع في الصيدليات باعتباره نوع من الدواء الذي يقوي الأعصاب ويخفف من آلام الرأس، كما يساعد على عملية هضم الطعام. والآن نوثق أو يعني مصنع من مصانع الكوكولا وهو بالمنصورة شارع الأتوبيس القديم. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد نوثق فيه شركة من الشركات المصرية، شركة إنتاج الكوكولا. موقعها شارع الأتوبيس القديم بالمنصورة، اليوم 23/6/2021. هذا هو المقر أو أول مقر المنصورة لشركة الكوكولا. يبقى نحن نوثق لشركة من أقدم الشركات، كما نقول الحاجة الساقعة بمصر، شركة الكوكولا، وهي شركة مساهمة مصرية. هذه الشركة تأسست منذ الستينات، يعني أنا المتحدث جينا هنا وإحنا طلبة رحلة 1970، فأما تحدثت مع المختصين قيل أنها يعني بدأت 1960 أو هكذا، وهي شركة مساهمة مصرية. يبقى نحن نوثق لشركة الكوكو كولا. هي يعني كنا زمان نعي، ما كانش فيها إلا زجاجات، هذه زجاجات الكوكاكولا، زجاجات الزجاج. بعدها تطور الأمر للزجاجات البلاستيكية، والكنز الآن الوقت يتم إنتاج الكنز بالعبوات الألومنيوم. وأنت سيادتك يا فندم بتقول المياه المعدنية، بتنتجوا المياه المعدنية، وطبعا الفانتا وإنتاج شويبس، وهي شركة الشويبس ده احنا كنا نتذكره زمان. ايوه يا فندم، هذه الشركة من اقدم الشركات، وقد تكون عمر هذه الشجرة اكثر من، يعني لو افترضنا ان المصنع من الستينيات فهذا قد يكون عمر شجرة الفيكس هذه. في طبعا في السبعينات كانت المدارس تقوم بعمل رحلات، وكنا اول رحلة في هذا الفرع او اللي احنا نعرفه كان بشارع الاتوبيس القديم، هذا الفرع بالمنصورة شارع الاتوبيس القديم. وكانت خطوط الانتاج نشاهدها هنا على كما نقول على الشارع. هنا كانت خطوط انتاج الكوكاكولا او الكاكولا. يبقى ما زلنا، هذا هو مبنى او مبنى كوكولا او مصنع كوكولا. هذا هو المبنى وهذا هو المصنع من الداخل.
إذا ما زلنا نتحدث عن مصنع كوكولا، وهو مصنع له تاريخ. نحن نوثق فقط لمصنع كان من أكبر المصانع في مصر أو الشركات المصرية، وهي رأس مال مصر، هي شركة مساهمة، شركة كوكولا مساهمة. بس أنا اتبسطت إن حضرتك بتقول بتنتج المياه المعدنية والشويبس، يعني هي الوقت إنتاجها. أنت قلت لي سيادتك المصنع الجديد فين يا فندم؟ في مطان. في القاهرة. انت قلت لي في مصنع في مدينة السادات، كمدينة من المدن الانتاجية الجديدة. في اليوب. اليوب بينتج الماء المعدنية. لكن احنا مصانع الدلتا، السادات واسكندرية، يعني احنا اذا اتحدثنا عن الدلتا. لا استنى، انا بتكلم لان المصنع ده يعني هو في ذاكرتنا، تاريخ في ذاكرتنا. لما جينا واحنا طلبه، وحتى اداره المصنع مشكوره، كانت بتدي لكل طالب ما يحتاجه من المشروبات كهدايا. عن مصنع كوكاكولا كمصنع او شركه مساهمه مصريه، هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعه. مره اخرى هذا هو المصنع، ونحن نتحدث من شارع الاتوبيس القديم. وهذه شركة مصر لحلق الأقطان. هذه شركة مصر لحلق الأقطان، برضو في شارع الأتوبيس القديم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث من مصنع الكاكولا، أو وهو في شارع الأتوبيس القديم بالمنصورة. التاريخ 23/6/2021. هنا بالتحديد كانت خطوط الإنتاج الكاكولا. تم نقل المصنع إلى طلخة، والآن تم نقله إلى إحدى المدن الجديدة. كما هو واضح هذه الثلاجات. هذه ثلاجات العرض كما يقال، وهذه بعض قطع غيار الثلاجات. هنا كانت تنتج زجاجات الكاكولا. ما زلنا نوثق بعض الصور من مصنع الكاكولا الذي ما زال موجود في مكانه، أو مكانه موجود بشارع الأتوبيس القديم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كاكولا، مركز تبريد المنصورة. يا سادة، إذا كنا نوثق في هذا الفيديو
شركة الكوكولا أو الكوكاكولا، فهي شركة مساهمة مصرية وتلتزم بالاستثمار في مصر، ويعمل بهذه الشركة 9,000 موظف مصري. إذا نحن نوثق تاريخ، ففي مصر أنشئ أول مصنع لتعبئة الكوكولا الكوكاكولا ومنتجاتها في الوطن العربي. أول مصنع لمنتجات وتعبئة الكوكاكولا في الوطن العربي كان في مصر، وبالتحديد في حي الدقي بالقاهرة. أنشئ المصنع عام 1944. أما المنتج نفسه فدخل مصر لأول مرة عام 1942. عن منتجات شركة الكاكولا وعن مكوناتها وعن أول مصنع في الوطن العربي وعن مصنع الكوكاكولا ومنتجاتها بالمنصورة، هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر. شكرا.